5/4/2015. استهداف المساجد في بلدة عين ترمى بصواريخ من الطيران الحربي. حسبي الله ونعم الوكيل. زمنا لعنا سنة عمو وقاعدين مساجد الله، ما بدنا نعمل حسينيات ببيوتنا هنا ببلادنا. هذا زمنا عمو. وين علماء الأمة؟ وين علماء الأمة؟ وين الشيخ قريم اللي قال يا ريتني شبح من البارودي؟ أيوة. وين أبو الفضل؟ وين الثاني؟ وين الثالث؟ وين ساري رفاعي؟ يجوا يشوفوا المساجد شلون عم تهبط. بالحارة هي ثاني مسجد وثاني غارة بس على المساجد. عم يروعوا الأطفال ويروعوا النساء. الله يصطفي البيوت.